حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية، تفاصيلها نستعرضها بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. كما ذكرنا في المقدمة، أحوال جوية غير مستقرة تتأثر بالمنطقة الشمالية، تحديدا منطقة تبوك الجوف وأيضا الحدود الشمالية، حيث انتشرت كميات كبيرة من الغيوم التي عملت على طول زخات من الأمطار. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم المتوسطة والعالية في عموم المنطقة الشمالية، هي ناتجة عن تدفق لكميات كبيرة من الرطوبة من القارة الإفريقية باتجاه عموم شرق البحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام وأيضا شمال المملكة العربية السعودية والعراق. هذه الغيوم كما ذكرنا عملت على هطول زخات من الأمطار، ويتوقع أن تستمر تأثيراتها خلال الساعات القليلة القادمة. تفاصيل أكثر حول الأمطار نستعرضها في هذه الخريطة لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء. يوم الأحد أحوال جوية غير مستقرة تؤثر على عموم الأراضي المصرية وبلاد الشام وشرق البحر المتوسط وأيضا أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية. تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة بالتأثير في عموم المنطقة الشمالية تبوك الجوف وأيضا الحدود الشمالية خلال ليلة الأحد الاثنين، وتستمر فرص هطول زخات الأمطار المتفرقة والعشوائية الطابعة في المنطقة الشمالية خلال ساعات نهار يوم الاثنين، على أن يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من يوم الثلاثاء. لكن المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية يتوقع أن تشهد ارتفاع كبير في نسب الرطوبة السطحية خلال ساعات الصباح الباكر، والتي استعمل على تشكل الضباب في عموم تلك المناطق، تحديدا المنطقة الشرقية ومنطقة الإحساء، لكن يتلاشى هذا الضباب مع ساعات الصباح المتأخر. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين 32 إلى 21 درجة مئوية، الثلاثاء 33 إلى 21، ويوم الأربعاء أيضا أجواء مستقرة ومشمسة مع 33 إلى 22 درجة مئوية. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية مع 22 درجة مئوية، المحسوسة 21، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة. توقعات الجوية لباقي المدن السعودية اليوم الاثنين، نبدأها من المنطقة الشمالية. انتشار لكميات من الغيوم هي ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي التي ستعمل على هطول بعض زخات الأمطار المتفرقة في بعض المناطق. تبوك 34 إلى 18 درجة مئوية، سكاكا 34 إلى 20، وعرعر 32 إلى 17 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 36 إلى 23، جدة 36 إلى 27، مكة المكرمة 37 إلى 24، والطائف زخات من الأمطار 28 إلى 17 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 25 إلى 13، أبها 25 إلى 11، وجازان 35 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 34 إلى 24، حفر الباطن 34 إلى 21، والإحساء 35 إلى 21 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى الرياض 32 إلى 21، بريدة 33 إلى 19، أما حائل أجواء غائمة جزئية مع 32 إلى 19 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.